فرحان وبتمنى له التوفيق وبقول له الف الف مبروك واتمنى له التوفيق في كل المباريات الجايه اكيد طبعا. طبعا الاهلي امبارح عمل مباراه من احسن المباريات طبعا، ده مباراه العوده ديت اللي احنا كنا بنتمنى طبعا ان احنا نتاهل فيها. والله الحمد لله موسيماني عمل ماتش حلو، الاهلي عمل ماتش حلو والحمد لله صعدنا وان شاء الله هناخد العشر. طبعا احنا متعودين من الاهلي على البطولات بتاعته وعلى المكسب بتاعه، ومن زمان واحنا بنشجع الاهلي ومتربين على النادي الاهلي، ودي حاجه مش جديده على الاهلي. بالنسبه للاهلي طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، نتيجه مشرفه ونتمنى ان شاء الله ان يكون في ازدياد وفي تقدم باذن الله. الجماهير كلها مبسوطه جدا واحنا بنحب الاهلي وان شاء الله رب العالمين في ازدياد وفي تقدم باذن الله تعالى. فرحت اكيد، يعني انا برضو واحد مضغوط دلوقتي عشان عندي امتحانات، بس يعني كانت حاجه حلوه في اليوم يعني وفرحت فيه. بس لا، احساس بالفخر وكل حاجه حلوه عشان خاطر احنا يعني بنشجع الاهلي من ساعه ما اتولدنا. انا كمصريه مبسوطه ان الاهلي فاز، ومبروك للاهلي. الف مبروك للاهلي، طبعا ده انتصار عظيم يعني اللي هو يكسب الترجي وان شاء الله يعني النهائي. والله بصي انا فرحانه عشان مصر كسبت في الاول وفي الاخر رغم انها زملكاويه.